حنا خويا الكلمه الاخيره هو الناس يديروا معنا حل، ديروا معنا حل يشوفوا واش غيديروا معنا خويا. راه كلشي حدانا، حنا ماشي تنكذبوا، كلشي حدانا، وحنا يجيبوا بحث ويجي يشوفوا هاد الدار اللي كتجي هاد المبلغ، هاد الناس اللي كتجيهم هاد المبلغ هذا، تجي شوفوا هاد الدار دخلوا، قال الروبيني اللي كتخلص هي 600 درهم. نديروا لها بحث ونقلبوا شحال فيها من الروبيني باش نعرفوا حنا واش نخلصوا فيها هاد 600 درهم. هادشي هذا هو الطلب ديالنا اللي خصنا نشوفوا. هاد الوقفه درناها خويا ديجا، درناها عام الاول فاش كان هذاك، فاش كان القايد اللي مشى. ودابا حتى ما بقيناش من هذيك الوقيته، حتى تفاجئنا دابا بهادشي اللي جانا ديال 8 مليون ثاني، رجعنا حنا كنا ساكتين رغم هادشي كله وكنا صابرين. علاش؟ لان كتشكي تتعيا ما كيديروا معاك حتى حل، فهمتي؟ كتشكي تتعيا كيقول لك اودي سير خلص وشكي، ملي كتخلص وشكي كيقول لك فاكتوري هي هذيك. وحنا كاع دروك مشينا معاهم كاع للمحاسبه ومشينا لتما، ها هو في نفس الوقت كيقول لك 4%، وانا هاد 4% بغينا نخلصوها، راه كتسالينا الاراضيس، حنا خصنا نخلصوها باش نعرفوا روسنا من رجلينا شحال غادي تجينا في الماء. واش انتيا كنت دير 4% وعاود ردها لي للدار؟ ولا يعقل هادي. انا كنت دير 4% بغيت نخلص انا الاراضيس، كتسالني بغيت نخلصو باش نعرف انا راسي شحال غنولي نخلص. الجروينيات شحال غنولي نخلص عليهم انا؟ احنا الناس كتكذب، احنا ما تنكذبوش، احنا عندنا الصحيحه هو فينا، وما عندناش علاش غادي نكذبوا. او كلشي عندنا، ما كاينش شي حاجه اللي هي كذوب. احنا ما كنكذبوش، وهاد الناس ما تيكذبوش. اذن هاد الشيء مصايبو انا. مني كنكذب هاد الشيء مصايبو انا. ورد رد الاعتبار حتى هو مصايبو انا. باش كطالب دابا سير؟ اخويا انا كنطالب بانه هاد الناس يديروا معنا حل للتخفيضات، خصهم ضروري يديروا لنا تخفيضات لهادشي. هادشي راه كثير بزاف، احنا ما نستاهل الا عادت عندنا الجروبينيات ونستاهلكوا هادشي كامل، فهمتي؟ هو نخلصوا 600 درهم 700 درهم في الماء، راه لا يعقل هادي، راه ما كايناش هادي. ها هي راه ما كاينش شي واحد، راه ما تنكذبوش يعني، تا هادي تا هي حنا مصورينها، تا هادي هاي فين هي مصايبينها حنا، ها هي ديالهم هاي. كلشي في الوراء. ها حتى شي حاجه حنا ما مديرينها، هاي حتى شي حاجه ما هاي. سما كاين ناس هاي فين هي 500 درهم 600 درهم هادي رمى. ودي بانك غنديروا معك كل مره الاولى فاش كنا وقع لينا فاش كانت وقعت ديك الوقفه الاحتجاجيه، غادي نعاودوا نساعدوا معك ونبدلوا لك نبدلوا لك المكانو او نزيدوك مكانه اضافيه. قال لي ودي بانك خصنا نزيدوك مكانه اضافيه، يعني هذا الشيء ضروري خصنا نزيدوك مكانه. قلت له ودي انا ما عنديش فلوس باش ندير المكانه، فهمتي؟ قال لي غنشوفوا الحل نديروه بيناتنا. الحل هو هذا الحل اللي داروا، هو صيفطوا عون قضائي باش يجي يدي المكانه. لا هذا هو الحل، الله اعلم، لا ماشي هذا هو الحل. ها؟ لا جاو هزوا مكانتهم وحطوا مكانه اخرى في بلاصه، ردوا ديك المكانه اللي كان قال لي ودي بان راه ما خصهاش، هذه راه ما بقاش ترجع للدار، راه قديمه. هذا الشيء اللي قالوا، ما قال لك ودي بان هي اللي ردوها دابا. انا باقي ما طليتش عليها، انا باقي جاي دابا باقي ما طليتش عليها. واشنو هو هي اللي ردوها ولا لا؟ ومني كنسولهم قلت لهم واشنو هما هي؟ قال لك ودي راه هي اللي ردوها. يعني هو البارح تيقول لك ودي بان هذه ما بقاش ترجع للدار، واليوم هما جابوا عون قضائي وردوها للدار. انا بغيت نعرف هاد الناس شنو هو الحل. قالوا ودي باننا غنهزوا هذوك المواكن وغادي نشوفوا شنو فيهم. مشينا هزينا هذوك المواكن، جينا واحد يومين جينا هزيناهم، داروا معايا داروا معايا نهار الاربعاء، جاو ليهم هما نهار الثلاث ويهزوهم، هما داروا معايا نهار الاربعاء وقال لي غنعيطوا لكم، ما عيطوش ليا. مشاو جاو وحدهم بيهزوهم، ناضوا الدار عندنا حبسوهم ما خلوهمش يهزوهم، عيطوا عليا قال لي واش نهزوهم؟ قلت لهم لا ما يتهزوش من تم. قلت له ودي الا هزيتهم راه انت اللي غتبقى مسؤول عليهم. قال لي واخا مشيت هزوهم ما حضرش لي انا كاع، هزوهم غير هو وياهم. قلت له ودي دابا غادي نمشوا. قال لي ايه. مشينا لعندهم لقينا هذاك السيد نيت لي هز المكانه. دخلنا اللابوراتوار، بدينا بدا كيشوف في اللابوراتوار واحد شويه، هو قال لي غندير واحد العمليه دايرها. قال لي اوه هذه 4%، فهمتيني؟ راه كتاكل 4%. وقال لي وغندير واحد العمليه اخرى غنقصوا فيها الروبيني ونشوفوا شحال كتاكل. قلت لي ماشي مشكل. بدا دخل يلاه بيدخل بيبدا يدير، هو يجي التليفون عيط ليه. دخل البيرو هضر في التليفون قال لي غنديروا العمليه الاخرى، بقينا حنا واقفين شويه، رجع لبلاصته وريح فيها ويقول لي العمليه راه درتها. قلت لي كيفاش درتيها وحنا راه باقيين واقفين؟ كيفاش درتي هذه العمليه وحنا العمليه ريحنا فيها نص ساعه يلاه درناها؟ وانت فرمشات عين دغيا. هو يقول لي ودي لا بغيت نقول لك. قلت لي قال لي دي العمليه الاولى ان هي فاش كتلقى الروبيني بزاف راك كدي، قال لي كدي الاراديس 4% يعني كل 100 يترو كدي فيها 4 يترو، يعني انت راه باقا تابعك الاراديس. قلت لي ايه. ولا نقصنا الروبيني؟ قال لي الا نقصتي الروبيني كتولي دي 2%، 2.5%. قلت له ودي الا كانت كدي 2.5% وكدي 4%، يعني ما خصناش نخلصوا هاد الشيء ديال هاد المبلغ ديال الماء، خصنا نخلصوا شي 1000 درهم ديال الماء من غير هاد الشيء على هاد الحساب هذا. العادة اللي عدتوا انتوما تابعيننا ب 4% في المكانه،
يعني حنا هاد الم... قلت لي قلت لي ودي واد المكانه سولو هو داك الصحفي قال لي واش هاد المكانه باقا غترجع؟ قال لي لا هاد المكانه ممنوع ترجع. هذه المره الاولى. قلت لي وشنو غنديروا؟ قال لي المهم هذيك المكانه اللي عندك تمايا غتبقى عندك حتى نشوفوا المشكل ديال هاد المكانه راه قديمه غادي تبقى عندنا حتى نشوفوا شنو كاين. المهم قلت لي ودابا شنو؟ غادي يعني الدوله كتسناها يعني الاراضيس كتسنى حنا 4%. قال لي اه قال لي شوف شنو هو. قلت لي ودي من هي كتسنى 4%؟ قال لي قلت لي ودي حنا هاد 4% حنا بغينا نخلصوها باش نعرفوا شحال القدر ديالنا غنوصلوا في هاد الماء. قال لي المهم من بعد غادي نعاودوا نتشاوروا معاك. الغد ليه هما جاو البارح باش يدوا المكان وحبستهم، اليوم جاو ما لقاونيش انا باقي خدام وجاو جابوا مع معاون قضائي وجاو وحلوا المكان داوها المكان اللي كانوا حاطين، ولحد الان انا باقي تنتسنى فيهم باش يعيطوا لي حتى شي حاجه باقا ما كاينه من داكشي كاع كله. واعتذار ديال 8 المليون وريته لكم شتوه، هذا هو الاعتذار ديال 8 المليون اللي قالوا.